السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات وورلد سبورتس. طبعا بنبارك للنادي الأهلي فوزه في المباراة الودية، مباراة مهمة جدا للإطمئنان على كل اللعيبة اللي موجودة في الفترة الحالية. عندنا مباراة مهمة جدا في الدوري المصري الممتاز القادمة يوم 30 مارس، وأيضا عندنا استعدادات لدوري أبطال أفريقيا، بالتالي هي مباراة مهمة جدا. علشان كده أخرنا على حضراتكم وطلعنا الساعة 5:30 معاكم لحد الساعة 6:30 إن شاء الله. طبعا الدوريات في أوروبا توقفت بسبب فيفا ديتس، أو طبعا بطولات أمم الأوروبية والتصفيات، وأيضا البطولات الأفريقية، وفي كل قارة يوجد توقفات دولية بسبب ارتباطات كل القارات بالتصفيات المؤهلة للبطولات القارية. طبعا أمم أوروبا أبرز المواجهات اللي هتكون النهاردة، طبعا منتخب فرنسا هيلاقي منتخب مولدوفا الساعة 10:15، وأيضا منتخب البرتغال في لقاء قوي بعض الشيء مع المنتخب الأوكراني الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة. احنا عارفين ان الفيفا ديتس بتحرم المشاهد من متعة كرة القدم ومتعة الدوريات الأوروبية، لكن الأسبوع ده هيكون عندنا توقف دولي، وبسببه هنتحرم من الدوريات الإنجليزي والأسباني والإيطالي. لكن الأسبوع الماضي بما انه كان سخن جدا، وبالتالي عندنا إشباع بنسبة كبيرة جدا من الدوريات العالمية، وبالتالي نقدر ان احنا بقى نتوقف علشان نطمن على كمان منتخبنا اللي هيلعب بكرة إن شاء الله أمام منتخب النيجر الساعة 5:30 في آخر مباراة في تصفيات الأمم الأفريقية. طبعا مباراة تحصيل حاصل، لكن مهمة جدا أيضا للإطمئنان على اللعيبة اللي ممكن تكون موجودة في المرحلة المقبلة. كمان عندنا مباراة بعديها بثلاث أيام على ما أعتقد مع منتخب نيجيريا، مباراة ودية مهمة جدا أيضا للإطمئنان، وأن المدير الفني يجرب أكتر من لاعب علشان يعرف كل الخامة اللي موجودة عنده وكل اللعيبة اللي موجودين عنده ومين ممكن يعتمد عليه خلال الفترة القادمة ولا لا. طبعا عدم وجود محمد صلاح بسبب يورجن كلوب، والكلام اللي كان بيقال في التليجراف والديلي ميل والسنة الإنجليزية أن كان في تنسيق ما بين المدير الفني لليفربول، وأيضا ما بين المدير الفني لمنتخب مصر براحة محمد صلاح في الفترة القادمة، بسبب طبعا صعود ليفربول في مواجهه قويه جدا امام بورتو في دور الثمانيه، وايضا في المنافسه الشرسه امام مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، وبالتالي محمد صلاح مش هيكون موجود في التجمع الدولي الحالي بسبب ارتباطاته مع ليفربول، بسبب ان منتخب مصر طبعا يعني مش محتاج خدمات صلاح في الفتره الحاليه. منتخب مصر خلاص صعد قبل حتى مباراه النيجر، وقبل حتى ما يتم الاعلان عن البطوله ان هي تكون في مصر، اعتقد ان منتخب مصر بيفرض سيطرته بشكل كبير جدا على المجموعه اللي هو موجود فيها. طبعا رونالدو وكريستيانو رونالدو ايه اللي حصل؟ كان في امبارح طبعا كلام من الاتحاد الاوروبي رسميا ان رونالدو مش هيتم ايقافه بعد ما تم شكواه من مسؤولي اتلتيكو مدريد، ولكن فقط تم تغريمه ماليا علشان رسميا رونالدو هيكون موجود في مواجهه اياكس امستردام ذهابا وايابا، ومش هنتحرم من متعه ولا جمال ولا حلاوه رونالدو جوه الملعب. طبعا ريال مدريد والكلام عن الصفقات، وهل فعلا هم 450 مليون يورو اللي زيدان هيتحكم فيهم الموسم الحالي، ولا هيكونوا اقل ولا هيكونوا اكتر؟ لكن ال 450 مليون يورو دول في الزمن ده مش هيجيبوا غير لاعبين ثلاثه. نتكلم في هازارد، العرض الاول كان ب 85 مليون، تشيلسي رفض وقال عايز 115 مليون. ايضا كلام على كاليدو كوليبالي لاعب نابولي واللاعب السنغالي في مركز المساك لتدعيم خط ظهر فريق ريال مدريد، طالبين مش اقل من 100 مليون. طبعا الكلام ايضا على امبابي ونيمار، وبعض الكلام بيقال ان امبابي قال لا لفريق ريال مدريد وان هو مبسوط في الفتره الحاليه مع نادي باريس سان جيرمان. لسه هنشوف الكلام على ساديو ماني، والكلام ايضا على ايكاردي المهاجم وهاري كين، كلام كتير جدا بيدور وهيدور في اذهان ومشجعه ومحبين فريق ريال مدريد. لكن معانا كلام اكتر بكتير وفيديوهات زي ما حضراتكم عارفين اللي بتحبوها ودايما بتستمتعوا بيها معانا هنا على قناه الاهلي، لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل بعدين، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، نبدا مع حضراتكم كالعاده باغلفه الصحف العالميه، ونروح لماركه الاسبانيه نشوف كاتبين ايه. والعنوان الرئيسي بيتكلم على زين الدين زيدان وانه بيسحر الجميع، وان ريال مدريد هيستغل سحره لجذب لاعب سوبر يقود المشروع الملكي خلال الموسم القادم.
تصريح هازارد: زيدان هو قدوتي بفضله اللي بدأت لعب كرة القدم، ومبابي زيدان أيضا هو قدوتي الأساسية، لقد جعلني أحب كرة القدم، وأخيرا بوجبا. مدريد هو حلم كل لاعب خاصة بوجود زيدان، وبالتالي ثلاث لعيبة بسبب تصريحات قالوها في المؤتمرات الصحفية الأخيرة. ممكن نشوف واحد منهم أو اثنين على الأقل موجودين في ريال مدريد الموسم القادم. نروح للبرنابيو الأسبانية، وكتبت: الجميع يريد التوقيع مع ريال مدريد، في الإشارة إلى الأربع لعيبة اللي حضراتكم شايفينها، بيتكلم على إريكسون، على هازارد، على نيمار وبول بوجبا. نروح للأسبانية: الطريق نحو مبابي، قدوم الفرنسي زين الدين زيدان سوف يسهل طريقه للكرة الذهبية، وميسي أساسي الليلة ضد فنزويلا في الواندا متروبوليتان. نروح لموندو ديبورتيفو الأسبانية، وبتتكلم على برشلونة، وان برشلونة طبعا في كلام على الاختيار النهائي للتعاقد مع ظهير ايسر مكمل لجوردي ألبا. كان في كلام كتير على فيليب لويس، لكن لسه مش عارفين فيليب لويس هل هيكون موجود ولا لا. طبعا أليكس وألبرتو ومورينو ومونريال وفيليب لويس يملكون المواصفات اللازمة ومتاحين امام البارسا، ثلاثة منهم تنتهي عقودهم هذا الصيف. نروح لسبورت الأسبانية، والاجتماع من أجل كوتينيو، البارسا ومحيط كوتينيو يجتمعون للحديث عن وضع اللاعب ويؤجلون البت في مستقبله لمدة شهر. البلوغرانا متأكد من استعادة كوتينيو الذي يعرفه، لكن في حال وضع البرازيلي في السوق فإن عملية بيعه لا يمكن أن تقل عن 100 مليون يورو. ولوكا يوفيتش اللاعب الصربي اللي شارك في مباراة ألمانيا وصربيا وانتهت 1-1 وأحرز الهدف، بعنوان يوفيتش يذهل وسعره يرتفع، وانا اعتقد ان الصفقه ممكن تخلص على 50 مليون يورو لصالح نادي اينتراخت فرانكفورت الالماني للاعب بيلعب في صفوفه. نطير الى انجلترا وتليجراف البريطانيه، طبعا زوبعه ريس لاعب خط وسط انجلترا يعتذر بعد المنشور القديم على الانستغرام الذي يظهر لاعب ويست هام موالي للجيش الايرلندي. الموضوع ده يا جماعه عندهم حساس جدا جدا جدا. وطبعا كابوس اسكتلندا علشان خسروا بنتيجة 3-0 من المنتخب اللي بيحتل المرتبة رقم 117 عالميا. نروح لسان البريطانية، وطبعا أيضا ريس لسه مكمل في الصفحة الأولى بعنوان: I'm sorry، أنا آسف، ريس يعتذر عن الرسائل الموالية للجيش الأيرلندي، وساوث جيت لا تقصوا عليه. سنتعامل طبعا او سنستعمل سانشو وهيدسون كثيرا، هذا رايي. جارس ثاوث جيت في النجوم الشباب يا جماعه، سانشو ده واحد من المواهب الانجليزيه الرهيبه جدا اللي هنوري حضراتكم في فقره الفيديوهات قد ايه عنده مهاره. لاعب بيلعب في بروسيا دورتموند، ولاعب بيلعب في المنتخب الانجليزي، ومواليد 2000، فبنتكلم على لاعب لسه عنده مستقبل كبير جدا في عالم كره القدم. وتشيلسي والصراع ما بين نونو ولامبرد على مقعد المدير الفني في حاله اقاله طبعا موريسو ساري. ميرور البريطانية وأيضا بيتكلموا على ساوث جيت، يناشد الجماهير بأن تغفل لصاحب المنشور الموالي للجيش الأيرلندي. الموضوع كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين، وعندهم الصحافة بتهتم بكل صغيرة وكبيرة. ستار البريطانية ابتعدوا عن ديكلان حجة ساوث جيت للمشجعين، طبعا أولي طبعا سولشاير يهدف لدفع 65 مليون جنيه استرليني من أجل ماجواير. ماجواير هو مدافع ليستر سيتي ومدافع المنتخب الإنجليزي، واللي مانشستر محتاج يرمم صفوفه من خلال الموسم التعاقدات الصيفي القادم. نروح لإيطاليا ونختم معاكم بلجازيتا ديل سبورت الإيطالية، يوم إيكاردي المصافحة مع سباليتي ولاتسيو في الأفق، وأيضا الأرجنتيني بيعود للتدريب بعد 36 يوم لقاء مع المدرب وزملائه في غرفة تبديل الملابس. وكده يكون خلصنا مع حضراتكم فقرة أغلفة الصحف العالمية. هنروح معاكم سريعا لأخبار الكرة العالمية ونعرف إيه هو آخر الأخبار اللي موجودة على الساحة، ونبدأ معاكم بيوفنتوس وعرض مالي مقابل ديبالا وصلاح. طبعا توتو سبورت او توتو ميركاتو كتب وقال ان يوفنتوس بيهتم بنجمنا المصري محمد صلاح من نادي ليفربول، وقال طبعا يوفنتوس مستعد للتخلي عن لاعبه الارجنتيني باولو ديبالا ودفع مبلغ مالي للتعاقد مع محمد صلاح.
الكلام ده كله طبعا مكتوب على الصحف والمواقع، لكن لسه ما فيش حاجه رسميه. وبالتالي مبلغ مالي وديبالا مقابل محمد صلاح وانتقاله الى اليوفنتوس. طبعا الكلام ده كان على كلام طبعا المدير الرياضي لنادي اليوفنتوس، انه قال يامل بالحصول على خدمات محمد صلاح صاحب العروض المميزه من قبل في الكالتشيو وتحديدا في فيورنتينا وروما. نروح للخبر اللي بعد كده، ابراهيموفيتش يعود المشاركه مع لوس انجلوس جالاكسي الاسبوع المقبل. طبعا المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش بيعود الى ميرانو مع الفريق الامريكي الاسبوع المقبل بعد ما غاب عن اخر لقاءين للفريق في الدوري الامريكي بسبب الم في اوتار الركبه بعد ما اعلن الجهاز الفني. طبعا احنا عارفين ان ابراهيموفيتش واحد من النجوم اللي موجودين، اللي دايما بيكون عليهم جدل في اي مكان بيكون موجود فيه. خبر اللي موجود، هازارد مارتينيز افضل من زيدان. هازارد بيتكلم على اعجابه الكبير جدا بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولكنه قال انه يفضل عليه حاليا مدرب منتخب بلاده مارتينيز. والكلام ده كان على لسان هازارد في تصريحات نقلتها صحيفه ماركا الاسبانيه. قال ان احترم زيدان كثيرا، هو قدوتي في عالم كره القدم والسبب الاول في حبي لتلك اللعبه، ولكن نظرا للانتصارات اللي حققتها مع روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا فانا افضله على زيدان في الوقت الحالي. تصريح عادي جدا وطبيعي. صلاح وماني يحققان رقما قياسيا صمد 36 عام، نجمين ليفربول صلاح وماني طبعا عدلوا رقم قياسي للريدز. الاثنين طبعا الثنائي الخطير طبعا بيتخطوا او بيعادلوا الانجاز التاريخي للثنائي ايضا ايان راش وداليتش. ان الهدف ماني في المباراه اللي فاز فيها فريقه على فولهام 2-1 في اخر مباراه في الدوري الانجليزي، طبعا مع معادلة رقم صلاح للهداف ريدز في الموسم برصيد 20 هدف في جميع المنافسات. وبالتالي ماني وصلاح أول ثنائي يسجلان 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين لفريق ليفربول بجميع المنافسات من 36 سنة. مانشستر يونايتد يرد على برشلونة بالتذكرة الأغلى. مباراة لبرشلونة ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال، وطبعا إن في كلام على إن قيمة التذاكر هترتفع المخصصة لجماهير برشلونة القادمة إلى استاد أولد ترافورد في ملعب أولد ترافورد أو مسرح الأحلام في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا. وده يعني هيقلل نسبة تواجد مشجعي فريق برشلونة في المباراة. وتم طبعا إبلاغ النادي الإنجليزي واللي خصص 4610 تذكرة فقط لمشجعي نادي برشلونة اللي هيكونوا موجودين، أو 4610 في الكامب نو. ده بالنسبه لجمهور مانشستر يونايتد. وسعر التذكره في طبعا مشجعي نادي مانشستر يونايتد هتكون ب $134، واللي اعتبرها وسائل الاعلام اغلى تذكره لمباراه لليونايتد بعيدا عن المباريات النهائيه. يعني تاني هقول خبر تاني لحضراتكم، ان مانشستر يونايتد رد على برشلونه في الاعلام بسبب ان برشلونه بعد ما خصص 4610 مكان او كرسي لنادي مانشستر يونايتد في ملعب الكامب نو، اعلن كمان قيمه التذكره هتكون $134، وده اغلى تذكره بالنسبه لفريق مانشستر يونايتد في دور الثمانيه، مش حتى في المباريات النهائيه. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدوري ابطال اوروبا. يعني طبعا وكيل اعمال بوفون اتكلم وقال ان الحارس الايطالي لسه مكمل موسم كمان على الاقل مع باريس سان جيرمان، ومستعد ان هو يضحي بالكثير جدا مقابل انه يتوج بلقب دوري الابطال، واللي جيان لويجي بوفون ما قدرش يحققه ولا يحصل عليه في مسيرته القرويه. يوفنتوس اخر لقب حققه كان سنه 96، وبالتالي لحد دلوقتي يوفنتوس والفتره حتى اللي كان بوفون موجود فيها في 4 نهائيات يوفنتوس لم يستطيع الحصول على دوري ابطال اوروبا. لوكا مودريتش افضل رياضي في 2018. نال لوكا مودريتش الكرواتي الدولي نجم ريال مدريد جائزه افضل رياضي عام 2018 والمقدمه من الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه. مودريتش حصل على 419 نقطه، يتفوق على نجمي التنس طبعا جوكوفيتش ب 337 نقطه، والمصنف السابع السويسري روجير فيدرر 290 نقطه، صاحب المركز الثاني والثالث على الترتيب. دورتموند ينافس بايرن ميونخ لضم اودوي من تشيلسي. وطبعا سولشاير يطالب اداره مانشستر يونايتد ب
رحيل فالنسيا وروخو وسانشيز. فالنسيا طبعا واحد من اللعيبة المميزين جدا، وروخو واحد من اللعيبة اللي كان طبعا لولا الإصابة اللي كانت لاحقته فيها الفترة الأخيرة، أنا أعتقد أنه هو كان ممكن يقدم مستوياته. وأخيرا أليكسيس سانشيز اللي انتقل من نادي أرسنال لنادي مانشستر يونايتد، لكن الحظ طبعا يعني معاند معاه بشكل كبير جدا. ريال مدريد يخطط للتعاقد مع بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس. ريال مدريد طبعا زي ما احنا سمعنا ان هو بيحاول ان هو يخطط للتعاقد مع بيانيتش في ظل تدعيم وسط ملعب فريق ريال مدريد. مانشستر سيتي ايضا هو كمان يخطط لضم توماس بارتي بالشرط الجزائي. توماس بارتي هو لاعب اتلتيكو مدريد الغاني، يعني هو لاعب غاني وهو لاعب اتلتيكو مدريد، والشرط الجزائي للاعب قيمته 43 مليون دولار. خصم 9 نقاط من بيرمنغهام سيتي بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف. يعني الناس فعلا في انجلترا ما بتهزرش. نزل المركز ال 18 بعد ما تم اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، وبالتالي ما فيش هزار. ايا كان انت مين، ايا كان ايه مركزك، ايا كان ايه فرصك في الصعود الدوري الدرجه الاولى، لو ما التزمتش هتتعاقب، فبالتالي يتم معاقبته بتسع نقاط خصم من رصيده علشان يكون موجود في المركز ال 18. وفيرجيل فان دايك لاعب الموسم حسب تصويت قراء سكاي سبورتس. فيرجيل فان دايك واحد من اللعيبه المهمه جدا جدا في دفاعات فريق ليفربول، وايضا في دفاعات المنتخب الهولندي، وبالتالي يستحق. وكمان احرز مع المنتخب الهولندي كمان في المباراه اللي اتلعبت امس هدف من الاهداف المهمه. زي ما حضراتكم عارفين ان هولندا في دوري الامم الاوروبيه صعدت بفضل فان دايك لما احرز الهدف في شباك المانيا. وايضا امبارح كمان هولندا بتفوز على بيلاروسيا او روسيا البيضاء باربع اهداف مقابل لا شيء، وفان دايك بيحرز هدف في الدقيقه 86 من عمر المباراه. وكوبر يسقط مجددا امام اورجواي في بطوله الصين الوديه. كوبر هو المدير الفني السابق للمنتخب المصري، وطبعا في مباراه جمعته ما بين المنتخب الاورجواياني بيخسر في المباراه، ودي كانت في بطوله الصين الوديه. وفينيسيوس جونيور بالرغم من الاصابه اللي لحقت به في مباراه اياكس امستردام في دوري ابطال اوروبا، الا انه لاعب الشهر في ريال مدريد، لاعب شهر فبراير في فريق ريال مدريد. فينيسيوس جونيور الموهبه السمراء، الموهبه البرازيليه اللي انا اعتقد مع زين الدين زيدان هتتوهج اكتر واكتر واكتر. وفاران يخطط للرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل. فاران اللاعب الفرنسي الدولي ساحب كأس العالم الأخير أيضا وصاحب بطولات دوري الأبطال مع فريق ريال مدريد، قال إن خلاص أنا عملت كل حاجة مع فريق الريال والوضع الحالي بيسمح لي بالرحيل خلال الموسم القادم. فينوس تصعد إلى ثاني أدوار بطولة ميامي الأمريكية للتنس. طبعا فينوس ويليامز واحدة من أشهر لاعبي فريق التنس العالميين، طبعا صعدت بصعوبة إلى الدور الثاني لدورة ميامي الأمريكية للتنس بعد تغلبها على السلوفينية ياكوفيتش في الدور الأول في مباراة استمرت لأكثر من ساعة. طبعا باريس تقترح إدراك بريك دانس ضمن أربع ألعاب جديدة بأولمبياد 2024. البريك دانس طبعا هي واحدة من اللعبات اللي بنشوفها في الشوارع، زي ما بنشوف كرة القدم اللي موجودة في الشوارع، أيضا في حاجة اسمها البريك دانس. البريك دانس هي رقصات خاصة في الشارع ما بين، طبعا فيها تحديات وفيها تشالنجز كبيرة جدا، وبالتالي باريس بتقترح إدراج البريك دانس في أربع ألعاب جديدة في أولمبياد 2024. ده طبعا إذا دعمت اللجنة الأولمبية الدولية المقترح اللي بتقدم بيه منظمة أولمبياد باريس بإدراج أربع ألعاب جداد. وطبعا الأربع اللعبات هتبقى ركوب الأمواج والتزلج على الألواح والتسلق الرياضي معهم البريك دانس. مايك شوماخر فخور بمقارنته مع والده. طبعا مايك شوماخر عبر عن سعادته وفخره بمقارنة الناس ليه بوالده مايكل شوماخر في وقت يستعد لخوضه سباق الأول في فورمولا 1 2 في البحرين الأسبوع المقبل. جيمس هاردن يواصل تحطيم أرقام مايكل جوردن. خبر من الام بي اي ان جيمس هاردن لاعب فريق هيوستن روكتس اللي بيلعب في دوري الام بي اي بيكمل سلسله تاريخيه من المباراه اللي قد فريقه خلالها هيوستن روكتس لفوز كبير على مضيفه اتلانتا هوكس بنتيجه 121-105. طيب
كده خلصنا مع حضراتكم الصحف العالميه وخلصنا معاكم اخبار الكره العالميه. هنروح معاكم لتقرير خاص بالليجا الاسبانيه، وكان في مؤتمر في فعاليات مستمره لطبعا الليجا الاسبانيه في مصر، واللي بدات بدعم رابط مشجعي فريق ريال مدريد وبرشلونه في القاهره، وامتدت لتوقيع اتفاقيه تعاون ما بين الليجا والامم المتحده في اطار مكافحه العنصريه في الملاعب. وطبعا كان موجود في الحفل الاستاذ المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره. هنروح نشوف تقرير وكلمه ايضا المهندس محمد سراج ونرجع نكمل مع حضراتكم. الليجا يمكن عاملة كذا حاجة الفترة الأخيرة دي، وفعلا في نشاط في مصر قوي وملحوظ، يعني كان آخرهم برضو الاتفاقية اللي عملوها مع جامعة إسلاسكا الفرنسية في مواضيع طبعا السبورتس مانجمنت بروجرامز والدبلومة في السبورتس مانجمنت وسبورتس ماركتينج، وبرضو الحمد لله النادي الأهلي كان مدعو فيها. احنا النهاردة برضو مدعوين في الإيفنت اللي هو طبعا بروتوكول التعاون بينهم وبين اليونايتد نيشنز، فدي حاجه طبعا احنا بنرحب بيها. يعني انت اكبر نادي في مصر وافريقيا لازم تكون داعم طبعا ايفنت زي دي، يعني ويعني بالله بالدعوه طبعا. طبعا انا كان ليا الحمد لله سابق تجربه في يمكن اثنين ماجستير، يعني واحد الاداره الرياضيه والاخر في الهندسه في منشات رياضيه، فطبعا ده اكيد انا خدت فتره في اسبانيا شويه، فده يمكن يعني الاحتكاك معهم يعني لسه مستمر حتى الان، يعني في تواصل وفي كلام، وبنحاول ان احنا يبقى في تعاون بينه وبين النادي الاهلي في مختلف بقى المجالات سواء الناحيه التعليميه او حتى في الناحيه الرياضيه، فده احنا ماشيين عليه بشكل كويس يعني الحمد لله. والله النادي الاهلي يمكن دي مش ملوكيه عشان احنا بننتمي ليه، بس دي حقيقه احنا لما بنروح اي ايفنت بره مثلا في بنبقى مدعوين. كنا في ريال مدريد، انا كنت معاهم من كام شهر في ايفنت كبير، كان برضو بعديها مهندس خالد مرتجي كان موجود. ناس بتبقى يعني انت بتتكلم دايما النادي الاهلي نادي عالمي، يعني انت لما بتتعامل في مصاف الانديه العالميه بيبقى فيه ترحيب كبير بينا هناك، فده وضع طبيعي يعني. ده الحمد لله ده وضعنا في كاكبر نادي في افريقيا، يعني دايما هناك كانوا بيبقوا عاملين نيو ميديا ديبارتمنت، يعني حاجه مختلفه او حاجه خاصه خالص بالسوشيال ميديا وبالديجيتال ماركتنج والكلام ده كله، فهم ده بيهتموا بيه بقى في قاره افريقيا في امريكا الجنوبيه في ان هم يوسعوا الشعبيه او الرقعه بتاعتهم في القارات دي. وطبعا بالنسبه لهم افريقيا يمكن مصر يعني هي اكتر الدول يعني اكبرها واكترها شغفا برضو بالرياضه واهتماما، فهم موجودين في مصر بشكل قوي يعني، وهم شغالين صح بصراحه يعني هم بيشتغلوا صح، ان ده بيعلي الفاليو بتاعه الانديه كلها يعني. هنروح مع حضراتكم للفيديوهات المتنوعه، دايما بتكون الفقره المحببه والاولى بالنسبه لجمهور وورلد سبورتس. زي ما حضراتكم تابعتم في الاسبوع الاخير من الدوري الاسباني مباراه ريال بيتيس وبرشلونه، والمباراه انتهت 4-1، وطبعا 4-1 ميسي بيجيب هاتريك ولويس سواريز بيجيب هدف وحيد، وبالتالي ميسي بيكمل سلسله تفوقه و تألقه في الدوري الاسباني. لكن الهدف الرابع بالنسبه لفريق برشلونه كان هدف رائع جدا، هدف يعني من ماركه ميسي، هدف يعني كلام كتير سمعناه وشفناه حتى على سبيل الهزار، ان الناس بتتكلم بتقول علماء الفيزياء صعب جدا ان هم يحسبوا الحسابات اللي ميسي بيحسبها قبل ما ياخد القرار اللي بتشوفوه جوه الملعب. هدف ميسي كان هدف رائع جدا من مسافه بعيده، لعبها تشاف باس بشكل رائع جدا، كانت صعبه على حارس المرمى ونازله بالملي في مرمى شباك فريق ريال بيتيس. الهدف ده كان سبب في تحيه جمهور فريق ريال بيتيس اللي موجود في ارضيه الملعب، واللي بنشوف يعني المشهد ده قليل ان احنا نلاقي اصحاب الارض دايما يسقفوا او يهتفوا او حتى يحيوا لاعب من فريق منافس احرز فيهم هدف بالشكل الرائع ده. لكن مع ميسي اعتقد ان صعب جدا حد يشوف الحلاوه والامتاع اللي زي لما بنشوف رونالدو بيبدع وبيتألق، كمان بنقول الله وبنشجعه وبنحييه، لكن الاثنين دول ما ينفعش حد يكرههم، ما ينفعش حد ما يحبهمش، لازم الاثنين يكون كل عشاق كرة القدم موجودين علشان يتفرجوا ويتمتعوا. تعالوا بقى نتمتع
وجبنا لحضراتكم جمهور ريال بيتيس وهو بيشجع وبيهتف باسم ليونيل ميسي ونرجع نكمل معاكم. Otro mal despegue de Bartra. Otro mal despegue de Bartra, tío. Que no, que no, que no, que no. Dejar a Messi. ¡Gol! Aguanta, aguanta, aguanta. Madre mía, Messi. Madre mía, Messi. Madre mía, Messi. في انجلترا وطبعا احنا عارفين في دوري الممتاز او حتى في دوري الهواة بيبقى في هواء شديد جدا جدا ودرجه بروده يعني قاسيه وقارصه، لكن في الدوريات الكبرى بيكون في الملعب يعني محيط بالمدرجات وبالجماهير وبالتالي بيمنع اي هواء ان هو يضايق لاعبي كره القدم داخل الملعب، لكن تخيلوا حضراتكم في دوري الهواة اللي دايما بيكون مفتوح ولا دايما بيكون اللعيبه معرضه لاي شيء من عوامل الطقس. كرة القدم أو الكرة بشكل عام ممكن تعاند معاك، لكن هتعاند في إن أنت توقف عشان تلعب ضربة ركنية أكيد صعب. تعالوا نشوف لاعبي كرة القدم في دوري الهواء بيتعاملوا إزاي مع الجو ونرجع نكمل مع حضراتكم. مباراة الانتر والميلان في ديربي الغضب الاسبوع الماضي كانت مباراة قوية جدا، وبالتالي شفنا انتر بيتفوق للمرة الثانية خلال الموسم الحالي بلقائين، وبالتالي الانتر هو سيد مدينة ميلانو. مباراة انتهت 3-2 في مباراة قمة، مباراة بقالنا كتير جدا ما شفناهاش ما بين الفريقين بتحمل طابع القوة والإثارة والسخونة، لكن دخلة الجماهير سواء الميلان أو الانتر كانت قمة في الروعة. تعالوا نشوف دخلة الجماهير في ديربي الغضب ونرجع نكمل مع حضراتكم. ريال مدريد وبرشلونه او برشلونه وريال مدريد اسمين كبار جدا في الكره الاوروبيه والكره العالميه، وبالتالي اي حدث ما بين الفريقين بيكون يعني متغطي كويس جدا اعلاميا. براعم برشلونه تحت 10 سنين عندهم مباراه مهمه جدا ضد فريق ريال مدريد تحت 10 سنين، لكن النتيجه كانت كبيره جدا، فوز براعم برشلونه بسداسيه على براعم ريال مدريد في مباراه كان موجود فيها وجود الجمهور الى حد ما بالنسبه للعمر الصغير ده هو شيء ممتاز جدا. لكن تعالوا نشوف الاهداف
اللي كانت ما بين الفريقين في مباراة ممتعة وفعلا بتبشر بأجيال قادمة هتكون يعني لا تقل قوة عن جيل رونالدو وجيل ميسي في عالم كرة القدم العالمية. هنشوف ونرجع نكمل معاكم. جوليان هو مشجع ذو الاحتياجات الخاصة ومشجع نادي أرسنال، وطبعا كان في ضيافة نادي أرسنال اللي بالتالي نادي أرسنال ونجوم استقبلوه استقبال حافل يليق به ويليق فعلا بان وحاجه تدل ان ايضا كره القدم مش مجرد لعبه. وهفضل اقول الكلام ده لحد اخر يوم موجود فيه على الشاشه، ان كره القدم هي حاجه اكبر من وجود كره قدم، كره القدم هي حاجه انسانيه. التعامل مع جوليان طبعا المشجع ذوي الاحتياجات الخاصه كان حاجه مشرفه وحاجه رائعه جدا من لاعبي ارسنال وبتدل على الكرامه والاحترام. تعالوا نشوف جوليان في ضيافه نادي ارسنال ونرجع نكمل مع حضراتكم. How are you? Good? Yeah. Yeah. Sprichst du Deutsch? Ja. Sprichst du Deutsch? Ja. Willst du auch Fußball spielen? Ja. Ja. Alles gut, Julian? Kennst du ihn? Alles klar? Ja. Ja? Gut, Basketball spielen. Okay, komm. Sehr gut. Yeah! Super Tor, super Tor! Ganz sicher? Ja! Okay, halt ihn! Sehr gut! هنريح شوية ونروح لفصل وبعدين نرجع نكمل باقي الفيديوهات مع حضراتكم. الدوري المصري اكيد شفنا تقرير مفصل عن لاعبي الدوري المصري اللي موجودين واللي شاركوا مع انديتهم في بطولات وتحقيق دوريات ولعبوا في دوريات كبيره. علي معلول طبعا واحد من ابرز اللعيبه اللي موجودين، وايضا جيرالدو اللي موجود مع النادي الاهلي. كمان بنتكلم على طبعا كريس جابي لاعب بتروجيت الفرنسي الكونغولي، واحد من اللعيبه اللي كانوا متفوقين في الدوري الفرنسي مع اولمبيك مارسيليا. الدوري المصري الموسم ده اكيد ما فيش شك واحد من اقوى الدوريات اللي موجوده على الاطلاق، وبالتالي الدوري المصري يعني بيجلب بغض النظر عن اي شيء تاني لعيبه من قماشه ثانيه. كمل معاكم فقره الفيديوهات واتكلمت على جون سانشو اللاعب الانجليزي المحترف في صفوف نادي بروسيا دورتموند، وهو واحد من المواهب اللي هربوا من جحيم الدوري الانجليزي بسبب الاعتماد على اللعيبه الاجانب وعدم الاعتماد مره اخرى على اللعيبه الانجليز. واحد مواليد 2000 عنده 19 سنه، واحد من اللعيبه اللي بيتفوقوا وبيتالقوا وفرضوا نفسهم على المنتخب الانجليزي بالرغم من انه مش موجود في الدوري الانجليزي وموجود مع فريق بروسيا دورتموند، لكن هو واحد من اللعيبه اللي هيكون ليها مستقبل كبير جدا سواء في الدوري الالماني او خارج الدوري الالماني، وهو واحد من اللعيبه المرشحين ان هم يكونوا افضل لعيبه موجودين في العالم مع امبابي ومع نيمار. تعالوا نشوف جزء من مع جون سانشو لاعب المنتخب الانجليزي في التدريبات مع منتخب بلاده ونرجع نكمل مع حضراتكم. Thank you.
طبعا فيدرر واحد من اللعيبه الاقويه جدا في عالم كره التنس، وانا يعني على المستوى الشخصي بحبه جدا وبشجعه دايما في اي بطوله يكون موجود فيها. لكن في البطوله الاخيره وهي بطوله الاساتذه خسر النهائي امام النمساوي دومينيك ثيم، واللي قدر انه يفوز باول لقب ليه في عالم كره التنس. تعالوا نشوف لقطات من المباراه النهائيه اللي توج بيها دومينيك ثيم واللي فاز بيها على روجير فيدرر، ونرجع نكمل مع حضراتكم. The very first Masters 1000 title of his career. He's the champion in Indian Wells, and it will be a day he will remember for the rest of his life. He's got the better of Roger Federer in one of the biggest finals of the sport. And boy, did he deserve it. Some of the tennis he produced in that deciding set. كلنا اكيد تابعنا في الفتره الاخيره الحادث الارهابي على شهداء مسجد النيوزيلندي، وبالتالي كل العالم طبعا بينعي الحادثه الاليمه في كل العالم، ايا كان ايه هي جنسك او لونك او حتى شكلك، كل الناس متعاطفه وبتعزي وبتنعي الحادث الارهابي. لكن في كره القدم لما حاجه تحصل زي دي اكيد لازم ناخدها ونتابعها. زي ما حضراتكم عارفين اللعيبة المسلمة في مستوى العالم لما أي حد بيحرز هدف بيعبر عن هدفه وشكره للمولى سبحانه وتعالى بسجدة شكر. لكن في الدوري الأسترالي لاعب أسترالي بيدعم القضية النيوزيلندية وأيضا في الحادثة الأليمة بسجدة شكر بعد هدف أحرزه في الدوري الأسترالي في حادثة أو في لقطة جميلة جدا جدا بتدل فعلا على أن لعب كرة القدم لعبة مش فقط هي ليها علاقة بالرياضة أو ليها علاقة بالدوريات بشكل عام أو التنافس بشكل عام، بتدل فعلا على مدى الإنسانية والكرامة والحب اللي موجودة بين البشر بينهم بين بعضهم. تعالوا نشوف لقطة أعتقد أن هي لقطة كبيرة جدا وفيها معاني كبيرة جدا جدا من لاعب في الدوري الأسترالي بعد ما بيحرز هدف بيسجد زي ما المسلمين بيعملوا، ولكن ايه الهدف منها؟ زي ما انا قلت هو التضامن مع قضايا او مع طبعا حادثه وفاجعه المسجد النيوزيلندي بعد الحادث الارهابي. هوندا through ball Barbarousis no question of offside this time he cannot stop scoring against Brisbane Costa Barbarousis makes it 1-0 and it is a solemn celebration from him. The New Zealander. Here's Krishna. He's got it off Hamill. The arrow is angle is narrow for Krishna, but he puts it in. Well, I couldn't get the words out, but out from under his feet came the ball and the tribute. ناس يعني ناس محترمة جدا، ناس فعلا يعني أيا كان جنسك أو لونك أو شكلك الناس كلها يعني الناس فعلا في الاول وفي الاخر كلنا اخوات كلنا حبايب، مفيش حاجه ابدا تفرق ما بيننا. وبالتالي كانت لقطه مهمه جدا جدا وتدل ان كره القدم هي لعبه تواصل الشعوب مع بعضها البعض. قرعه الدوري الاوروبي كانت تجمع او جمعت فريق طبعا سلفيا براجا مع تشيلسي، كان في كاميرات بترصد ردود الافعال الخاصه بكل فريق، لكن الاغرب ان فريق براجا بعد ما اقصى نادي اشبيليه في مباراه دراميه على ملعبه باربعه ثلاثه كانت رد الفعل امام تشيلسي لما وقعوا في القرعه ضد تشيلسي كانوا مبسوطين جدا وكانوا فرحانين جدا جدا، رغم ان كان كل الامور تقول ان هيبقوا زعلانين ان هم هيكونوا مشدودين هم هيكونوا متوترين، لكن رد الفعل اعتقد بيدل على مدى استعداد فريق سلفيا براجا لمقابله نادي تشيلسي في الدور القادم في دوري الاوروبي. تعالوا نشوف ردود الافعال ونرجع نكمل مع حضراتكم. Look,
بعد التجمعات الدولية اللي كانت في الفترة الأخيرة لمختلف اللعيبة اللي موجودين مع فرقهم، لقطة طريفة في مران المنتخب السنغالي بعد انضمام ساديو ماني للتدريبات. طبعا المنافس واللي حصل على لقب أفضل لاعب في السنغال كان كاليدو كولوبالي لاعب نادي نابولي، اللي جمعته لقطة طريفة جدا من خلال وجود بعض الجماهير اللي شايلة وماسكة صورته في المدرجات، اللي ساديو ماني راح وعمل لهم علامة أنه مش مبسوط من الموقف، لكن طبعا دي في سبيل الهزار والضحك، لكن الكاميرات رصدتها ونزلتها على السوشيال ميديا وجبناها لحضراتكم علشان تشوفوها وتتابعوها وتشوفوا ان اللعيبه كلها بينها وبين بعض في منافسه وفي حب، لكن على سبيل الهزار والضحك في الاخر. تعالى نشوف ساديو ماني مع كوليبالي وازاي اتعامل مع الموقف ونرجع نكمل مع حضراتكم. سيرجيو راموس، انا عارف ان في كراهيه شديده جدا ما بينه وبين الجمهور المصري، لكن سيرجيو راموس مع المنتخب الاسباني في ضربات الحره يعني بغير جلده، بيكون واحد غير اللي احنا نعرفه، غير اللاعب العفياجي، اللاعب اللي دايما شرس، اللاعب اللي دايما قوي، وبيتفنن في احراز الضربات الثابته في تدريبات المنتخب الاسباني. ممكن ننافس ميسي ورونالدو على فكره في التصويبات والتسديدات من خلال الضربات الثابته. تعالوا نشوف سيرجيو راموس في بصراحة كورتين مفيش أحلى من كده، نجح في إحرازهم في تدريبات المنتخب الإسباني ونرجع نكمل مع حضراتكم. زي ما بيكون في تنافس ما بين الأندية بينها وبين بعضها في التعاقد مع أحسن لعيبة موجودة في العالم، أيضا الأندية بتتنافس بينها وبين بعضها في مين عنده أحسن ملعب. توتنهام وسبيرز ملعب الوايت هارت لين، واحد من التحف المعمارية اللي فعلا بقى ليها شكل كبير جدا بعد التطوير والتوسعة، وهنشوف حاجات اعتقد ان احنا هنشوفها في الايام اللي جايه في معظم الملاعب اللي هتكون موجوده في اوروبا زي برشلونه وزي ريال مدريد، لكن توتنهام واحد من الانديه اللي استخدموا التكنولوجيا الحديثه في تطوير وانشاء ملعب يتناسب مع قدرات النادي اللي حرم نفسه من فترتين في التعاقدات علشان ما يتعاقدش مع ولا لاعب في الدوري الانجليزي ويوفر الميزانيه علشان يستثمر في ملعبه الجديد اللي طبعا هيجيب له عائد كبير جدا جدا بدايه من اول مباراه هيلعب فيها فريق توتنهام. تعالوا نشوف ملعب توتنهام وايت هارت لين التحفه المعماريه ونرجع نكمل مع حضراتكم.
سامحوني يعني بعد الفيديو اللي شفناه والحلاوه اللي موجوده في ملعب وايت هارت لين ولقطه الكوبايه اللي انا ولا حد عارف ازاي اتعملت وازاي الكوبايه اتملت من تحت كده بالمنظر اللي حضراتكم شفتوه ده، هقدر ان انا اخد اي فيديوهات بعديها. عشان كده وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه اليوم من وايت سبورتس. هنشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه على 1000 مليون خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.